السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة. باقي الساد ما خش، أتوقع ثلاثة بس موجودين. No problem. اثنين. No problem. نشوف الجزء اللي بعده. الإجابة كانت أو العبارة بتقول It's going to start at 7 o'clock. It is going to start at 7 o'clock. يا ترى السؤال عن ايه؟ مين يفكر؟ It is It's going to start at 7 o'clock. السؤال عن إيه؟ عن الساعة. يقولونها إزاي السؤال بقى؟ It is زي الأول لقب شيء. يقولوا إزاي طيب؟ يلا. To ask about time مش كده؟ To ask about time يبقى السؤال يبدأ بكلمة What time؟ What time? Yes. I'm sorry. What time? Huh? What time? What? نكمل. السبجكت عندنا it والverb is. لما اجي اعمل سؤال نعمل السؤال ازاي؟ What is what time is is it ايوه what time is it. نكمل بقى باقي الجملة. what time is it be at me no what time no. is it going going to start بس at بس بس خلاص بس okay what time is it going to start استاذ هذا السؤال اللي تحته طب هو على اللي تحتها ايوه هو السؤال بيبقى على العباره اللي مكتوبه تحت مش العكس ايوه what time is it going to start it's going to start at 7 o'clock واضح كده ايوه واضح اللي بعدها No Bob isn't going to be there Bob is not going to be there يبقى السؤال اللي يبدأ ازاي ابدأ بإز ممتاز What is Bob ليه بقى is Bob لسببين السبب الأول ده فكرة تكوين السؤال والسبب الثاني وجود كلمة no no يبقى ده yes no question فلما أجي أكون السؤال هبدأ بتكوين السؤال العادي بتاعنا is Bob going to be there to be yeah So the next one or the last one. No, I am not going to bake a cake.
كان ايه السؤال؟ I am not going to bake a cake. نختم بيها عشان نخلص المحاضرة. يلا مين كمل السؤال؟ Are you يا teacher؟ بالضبط. Are you؟ ممتاز. نقول السؤال. Are you؟ ها مين يكمل؟ Going to bake a cake. Going to bake a cake. طيب ليش أستاذ are؟ مو في الجملة. بالضبط السؤال بيبدأ ب are you كأني بسألك أنت مباشرة are you going to bake a cake؟ رد على السؤال كده بنفس الصيغة اللي مكتوبة are you. أنا بسألك هو وأنت هترد على نفس الإجابة اللي مكتوبة في الكتاب. No I am not going. بالضبط. فلما كانت الإجابة I am not فكان السؤال أصلا are you. وصلت؟ أوكي أوكي تكلم. وإياكم حبيبي. كده احنا خلصنا أهم أشياء في هذه الوحدة وبنأكد مرة أخيرة عن إن الجزء ده يجب أن يحفظ عن ظهر قلب. حد عنده أي سؤال أو أي استفسار يا شباب؟ يعطيك العافية يا أستاذ كل شيء. شكراً يا أستاذ شكراً. إذن إن شاء الله معدنا يوم الأحد هنزل لكم أنا الجزء الخاص بتشابتر 12 أو يونت 12 تسمعون كامل. إذا قدرتوا تحلوا فكان بها ما قدرتوش خلاص غير ملزمين. بس ليه لازم نسمع؟ عشان الوحدة كلها مهمة والوحدة كلها تقريبا مش هيكون فيها أي جزء محذوف لأن كل العناصر اللي فيها مهمة جدا جدا جدا. فهي معاكم فرصة طيبة تحضروا وتحلوا إذا أمكن في الأيام دي الأربعاء والخميس والجمعة والسبت أربعة أيام دول. هتقول يا مستر ما هناخد فيزياء في النص ما اختلفناش أنا فاهم وهتذكروها وكده لكن على الأقل على الأقل تسمع بس مش لازم تحل. تمام كده؟ ذكرني فقط. أوكي أوكي طايل. بكرة إن شاء الله بيكون فيزياء أستاذ. بكرة فيزياء إن شاء الله بكرة والخميس. إذا إحنا معنا إن شاء الله. الأحد إن شاء الله. إذا ذكرني صباحا يا طايل إن أنا أرسل الجزء الصوتي الخاص ب يونت 12 إذا أنا نسيت أبعته دلوقتي. تمام يا طايل؟ تمام خلاص. تمام تمام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.